تساؤلات عقلية، تساؤلات لمشروعة، وتساؤلات لحقيقة تساكنة تنسبعوا الصدى ديالها، خصوصا ديال التحالف. الحقيقة اللائحة ديال تبادل البديل ما عندهاش خلاف بعد الطبع، وهي منفتحة على الجميع. يعني كلائحة حنا مستقلة منفتحة على الجميع. التحالف شكون اللي غادي يحكم؟ أولا غادي يحكموا النتيجة، النتائج تيكون النتائج هو اللي غادي يحكموها، ثم البرامج. مايمكنش حنا نتحالفوا مع واحد الطيف سياسي البرنامج ديالو ضعيف، هادي هو المستحيل. وهذا من الأسس ديال الإخوان اللي طرحوها، اللي كانوا التحالف ديالنا حنا خصو يكون نوعي، مغاديش يكون تحالف ولا تقليدي ولا ما يكون نوعي، راح يمشيو مع الطيف السياسي القوي حضورا والقوي برنامجا. وكاين عند واحد الاستقرار، إذا ما كان الاستقرار في الطيف السياسي مايمكنش يتحالفوا معاه. وهذو هما الأسس. التحديد ما عندناش تحديد، حنا قلنا تحديد للجميع. اللي بغينا نبدل كيف قلنا هو برنامج ديال الفريق، القوة ديالو هو انسجامه هو لأن هذاك الشيء اللي شفنا قبل خروج اللوائح راه كارثي. صح هذاك الشيء اللي شفنا وسمعنا أن الأحزاب غادي نذكر من الأسماء مشات الأحزاب حتى تيوجد لائحة ونهار الوطق وعلى نهار الترشيح عندنا عاد مع الصداع هذا الضرب مع هذا الشرق مع هذا تقدم مع هذا هذا الزميل فات ديالو مشى هذا هذاك الشيء حنا الاساس ديالنا هو تحالف الفتح على الجميع ما عندناش اشكال مع هذا واحد الحمد لله القوة ديال هذوك اللي بغيت نتحالفوا معاهم يكون الانسجام يكون برنامج واضح ثم هذيك الساعة نتوكلوا على الله ما عندناش زعما شي اشكالات مع شي ما عندناش ولكن طيب السياسي اللي بغينا نتحدث معه والأطيب السياسي حتى يكون عندنا برنامج واضح لما كان عندنا برنامج واضح ويكون قابل للي اللي نكون فيه ما عادش نشوف هكا برامج اللي هي يعني عباره عن جوع شي ما كانش شي حاجه واقعيه وهادشي اللي كنقصو دابا في هاد الفتره كنشوفوا البرامج كنشوفوا الانسجام في اللوائح ونشوفوا ديك الساعه النتائج نهار 8 شو ثاني ان شاء الله غادي يكون النتائج ديك الساعه غادي يبان التوجه بالنسبة للحملة، الحمد لله بالنسبة للحملة، الحملة الأولى جيناها 8 بفورم، 10 من الشوارع، وهذا كلمة حق، الإخوان سولوا، جميع الانتظارات، ما يمكنش يقولوا 100%، لأن ماشي ملائكة باش كل شيء الناس يرضوا علينا، الله تعالى ما رضوا عليه دائما يجيبوا معك حنا اللي مخلوقة، الانطباع الأول انطباع جيد، الحمد لله اللي وقفنا عليه. لأن الحملة ديالنا حملة استراتيجية، ما غاديش نديرو هنا تنزع براحتنا، هذا تنزع الأفكار، الإخوان ديالنا تيوزعو الأفكار، تيحاجو، تيقنعو، تيهضرو بالمنطق الواقعي، ماشي تنلعبو الورقة تحت الباب ونتقرو نزيدو، لا، تنقول لهم الإخوان تواصلوا مع الناس مباشرة، أنا أحسن ليا ندير 5 الأحيان فهذا 13 يوم ونقنع الناس وأنا نفرق الأوراق ديالو اللي هما طايحين. أنا واحد السيد اتصل بيا على أن أسألك لكم اتصل بيا قلت أنا أوراقكم طايحين واحد الله جاوب لي قلت له اسمه قلت له ما يمكنش أوراقنا ينسحوا زعما ماشي تيقع في النفس نقول عليك باسم قلت له أوراقنا ما ينسحوا قالت لي علاش قلت له أنت حنا ما تنتزعتوا الناس باش يفرقوا الوراق لا لا الإخوان ديالنا اللي تيفرقوا وفعلا تبان أن واحد الحزب إوا قوي في تبدل هو اللي وراقه ما صافي ما عرفتش كيف يدور الوراق ولا عقد الجامع هذا نقول لك يعني الحمله ديالنا حمله استراتيجيه حمله تيديروها المستشارين والمتطوعين والناس اللي متعاطفين معنا ما تنجيبوش حنا ناس طايحين السما وفرقوا الوراق تندخلوا على الاوبسيون تنمشيو عند الوسط تنمشيو عند المهنيين تناقشوا معاهم الامور غير تنتقبلوا النقد اذا كان شي نقد تنتقبلوا ماشي حنا نتكلموا عليه قلتي لي حاجه مزيانه تيفرح لا قلتي لي خايبه تيقلب وجودها تنتقبلوا النقد والهدف ديالنا هنا كيف قلنا هو التواصل مع الناس ماشي نلوحوا الوراق ونلوحوا تحت الجبال ولا غير ذلك الحمد لله الانطباع الاولى انطباع جيد صراحه
نتائج يحكمها منطق اخر، ولكن انطباع الحمد لله انطباع جيد. انسان الهضرات يعطينا وقت تيشجعونا، وكي قالوا الاخوان هذاك العدد الثقه القاطعه السياسيه الحمد لله عندنا كما الدفعه الكبيره وعندنا القوه التي يسر لنا الامور. مصلحه الخروج، مصلحه الخروج فيها مشاكل اكيد، ما كاينش مصلحه فيها مشاكل، ومشاكلها كثيره ومتعدده. اصلا مصلحه القرب هي واحد المصلحه اللي هي عدد الموظفين ديال الجامعه واحد شي اكثر من 50% ديال الموظفين. الموظفين اللي كانوا عندنا في الجامعه شي 160 موظف ما بين الانعاش وما بين الرسميين. اول مشكل عندنا مصلحه القرب هو المياومين والانعاش. ديك الفئه ديال الانعاش هي فئه اللي عندها مشكل في المصادر ديالها، في وسط الطريقه ديال التوظيف ديالهم فيها مشكل. كيقول لك تيخدموا 3 شهور وتتهرس الكونترا عادي يخدموا ثاني 3 شهور اخرى. هناك اقتراح، كاين ابواب تفتح ان شاء الله وطريقه باش يحاولوا يبعد على الاقل واحد الجانب ديالهم، الجانب الاجتماعي اللي هزوا اليوم. اما تاسس لهم جمعيه مثلا، اما تحاول تدخلهم مع جمعيه ديال الموظفين. اذا كاين مجموعه ديال الحلول اللي ممكن تعاون على هذاك الجانب، ثم الترافع عليهم. لماذا الترافع على المستوى الوطني؟ على مستوى اتخاذ القرار، يعني مستوى الوزارة. المشاكل قلنا كثيرة في مصالح القرب، مشكل كبير هو اللوجيستيك شوية متهالي، وهذا الشيء كلش في هذه الولاية ومن الولاية الأخرى. يعني كان هناك مشكلة أن المصلحة هنا فيها مجموعة اللي ما تمارسها، يعني ضروري خصها التجديد ديال الأسطول والإعداد ديالو والتوسيع ديالها. فيها مشكلة أخرى هي المكان ديال المصلحة أصلا اللي جا وسط السكينة، جا وسط القصبة، يعني خصها تهز المصلحة تمشي شوية بعاد على المجمعات السكنية. كاين مثلا مشكل ديال النظافة اللي هو خصك تقوي الأسطول ولماذا تفكر في التفويض والتفويض تفويض هذه المصلحة. المشكل ديال الصرف الصحي اللي هو كبير، وإن شاء الله من بعد تفويض الوكالة ديك الساعة غادي تحل المشاكل إن شاء الله ديالو. إوا السؤال الثالث اللي هي أخطاء المجلس السابق، هو أكيد ما كاينش مجلس ما غادي يكون عنده أخطاء كيقولوا عادي. بعدين تدبروا مصلحتكم ولا تدبروا مرفقك وتدبروا بإمكانات اللي هي موجودة وتدبروا بموارد بشرية، غادي يكونوا وتدبروا بفكرية عقلية وبأفكار، غادي يكونوا عندك في كل صفة شي يكون عندك مشكل. يكون عندك مشكل في التدبير، يكون مشكل عندك في الكتابة، يكون مشكل عندك في التصور، غادي يكون مشاكل. أخطاء كاينة، أخطاء كثيرة، وكاين مثلا يقول لك أنا خطأ حنا في المجلس واقعي طعم العيد هو طعم في التدبير بصفة عامة. اللي هو وهذا ممكن كذلك مجموعة المشاريع تحتاج مراقبة، مشاريع خصها مراقبة، وخصوصا البنية التحتية. المشكل ديال الزريق ولا البنون كان فيه مشكل ديال المراقبة. إذا كانت المراقبة وكان التتبع اليومي وكان التتبع الصارف غادي يكونوا في كينوا سبيل المشكل هذا. مشكل مثلا مشكل آخر، مشكل ديال الأحكام القضائية. تارودا كانوا فيها أحكام قضائية كبيرة بسبب ديالها هو ياش سنوات ترامي على الأراضي الخاصة، تيجي المجلس وتيبيد المشروع، تكون هذه الأرض ديال الخاص تحت فيها المشروع ولا تحت فيها الدرك بدون بداية مسار المزعمات. لا تجي يجي السيد من الأرض تيجي دعوة قضائية تيربحك تيربحك مبالغ كبيرة وتيبيد يفكوا معاه واحد المبلغ في المثال مليون ديال الدرك تيجي يفكوا معاه شي 5 مليون 6 وتارو لنا الجماعة اللي قال 10 مليون ديال الدرهم ديال الدوين، يعني ماشي دين هو أحكام قضائية، مليار ديال السنتيم ديال الأحكام القضائية. هذا كلشي توصلته الجماعة بالميزانية ديالها، وهذا مشكل. هذا ممكن كذلك إذا تستعمل المصادر تطبقها ما هي، هذا هي الأمثلة. الأسئلة التجربة الجماعية هو تجربة الحمد لله ما يمكنش نحكم عليها انا، غادي نحكم على الاخر، يمكن نحكم على راسي. حنا تعتدنا المصلحه الاولى في البدايه ديال الولايه ديال الرياضه دوز فيها واحد العامين، ثم بعد ذلك تعتدنا المصلحه الاخرى اللي هي خدمة القرون اللي كنتي يعني كنتي واحد القضيه مثلا كنكذبوا على الناس.
كانش حاجه تقول لي، ما كانش حاجه تتعامل مع غير تقول لي موبايل، كل حاجه انت ما جبتيها لي، تقول ما جبتيها لي. يعني هي طاس المصداقيه والصراحه والواقعيه هي باش نخدموا، يعني ما يمكن نسوق لك الوهم وما يمكن نمشي معك في شي حاجه اللي هي خارج الاطار القانون وخارج اطار الاختصاصات المعتبرين، واللي غادي يحكم على الجريمه هو الاخر. يعني ماشي الاولويات ديال اللائحه، الاولويات ديال اللائحه واضحه، الاولويات في التسيير واضحة. خصك تخدم على جماعة قوية، قوية بموارد ديال البشرية وقوية وقوية بموارد ديال المالية، هادشي يعني جوج، وتخدم على العنصر البشري وتخدم على مالية الجماعة وتطورها وتقويها. هل هناك برنامج زمني محدد لهذه البرنامج الزمني؟ يحكمه القانون الوسطي، هو القانون التنظيمي 113 مدينة كامل. باش تدخل الجامعة تيقول لك دير برنامج العمل في 6 سنين، في سنة واحد السنة تشد بعد المجلس السابع تشد بعد ولد أبو جنوبي، ثم 5 سنوات تبرمجها، يعني يحكمك برنامج العمل ديال، ثم تحكمك الميزانية ديال هذيك 5 سنوات ديال الولاية هي اللي غادي دير فيها برنامج ديال. كاين برامج اللي تديرهم يعني تيكون في إطار استمرارية التوفيق الحكومي. موقع المرأة، الحمد لله حاضرة معنا، والدليل هو أن الفريق ديالنا في المناصرة تقريبا بين النساء والرجال، فريق العمل تدرك اللائحة، اللائحة حكومة القوانين، في 11 مرأة حكومة القانون التنظيمي 113 مرأة مش تجدد. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.